للحديث أكثر عن حول قمتي جدة ينضم إلينا من هناك الكاتب وأيضا المحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان أهلا ومرحبا بك، يعني لا شك أنها قمة مهمة تنعقد الآن في مدينة جدة، باعتقادك ما هي أبرز الملفات التي سيتشاور عليها القادة في قمة جدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك ومشاهديكم الكرام وأهلنا في الكويت وفي الخليج وفي المنطقة العربية. في الواقع أنه لا بد من ملاحظة تطورين هامين حصلا خلال عام 2022 في منطقة الأوراسية، وهي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والحرب في أوكرانيا التي استدعت حالة استقطاب سياسي حاد في أوروبا وفي المنطقة الأوراسية وفي العالم، يعني بشكل عام بداية حالة استقطاب. هذا الحقيقة استدعى أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بمقاربة جديدة للوضع في وسط آسيا المسمى أوراسيا، وهو في جزء من قلب العالم. وقلب العالم كما يقول المفكرون السياسيون هو الذي يحدد مصيره. فمنطقتنا استدعت التداعيات، يعني لاحظت التداعيات في المواجهة الروسية الغربية في أوكرانيا وفي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبالتالي من المنطقة الأوراسية أو منطقة آسيا الوسطى. هذا استدعى مقاربة سياسية جديدة في منطقة الخليج التي كانت تعتمد في السابق على الوجود الأمريكي وعلى التنافس الخليجي الإيراني في منطقة آسيا الوسطى بعد استقلال دولها عام 1991. اليوم أستطيع أن أستنتج من هذا المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي في المنطقة آسيا الوسطى أن المواضيع الأمنية والسياسية تتصدر قمة جدة الخليجية الأوراسية، وأيضا يواكبها المصالح الاقتصادية أيضا، لأن منطقة آسيا الوسطى منطقة غنية بالثروات ولكنها خام بالنسبة للاستثمارات، منطقة خام، فمن الممكن تكون الاستثمارات معينة ومسهلة ومقوية للعلاقات الخليجية الأوراسية. ولذا فإنه الترتيبات الأمنية والسياسية بالدرجة الأولى، خاصة إنه إيران التحقت بمنظمة شنغهاي للتعاون وهي التي تأسست عام 2001 عقب الحرب الأمريكية على أفغانستان وعقب أحداث 11 سبتمبر الإرهابية. وكذلك التحق كشريك حوار في منظمة شنغهاي المملكة العربية السعودية ومن الدول العربية مصر. الواقع أنه منظمة شنغهاي هي منظمة بالدرجة الأولى لرعاية الأمن في آسيا الوسطى بعد انفجار الإرهاب في أفغانستان. واليوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ما في شك أنه دور منظمة شنغهاي سيتعزز في منطقة آسيا الوسطى. لذلك أنا أستطيع أن أستخلص بدون أن نكون أعضاء في الوفود أو أن نطلع على الأوراق الخاصة بالمؤتمر، نستخلص أن البعد الأمني والسياسي على قائمة مباحثات هذه القمة.
لا شك أستاذ سليمان، يعني الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى في سبتمبر الماضي وضع الخطوط الرئيسية نحو تعزيز التعاون وأيضا الشراكة بين المنطقتين. يعني باعتقادك ما هي آفاق التعاون بين الإقليميين؟ وأيضا السؤال الأهم، ما هي العقبات الممكن أن تعترض طريقها؟ الفرص، فرص استثمار، تعاون اقتصادي، تعاون دفع دول آسيا الوسطى البترولية إلى التعاون مع أوبك. أوبك بلس اليوم الحقيقة تواجه ضغط أمريكي واضح لتفتيتها أو يعني إضعافها، لأن واشنطن طلبت زيادة عدم تخفيض الإنتاج وزيادة الإنتاج لما تعتقد أنه يعني هناك أزمة طاقة في أوروبا بعد الحرب الأوكرانية. ولكن أوبك بلس لم تصغي السمع للولايات المتحدة، ولذا هناك ضغط أمريكي دائم على أوبك بلس. دول آسيا الوسطى فيها ثروات بترول وغاز، وأعتقد أن التعاون معها في مجال سياسات الطاقة أمر مهم جدا لصيانة الثروة في المنطقتين، لأنه أي تنافس غير موجه وغير رشيد أو أي يعني ارتباك في سياسات الطاقة خاصة بين المنتجين سيتسبب بأزمات أو على الأقل عدم استقرار في أسواق الطاقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، منطقة آسيا الوسطى لا زالت منطقة فقيرة في الاستثمار الصناعي والاستثمارات الاقتصادية المتنوعة وفي خدمات السياحة وفي البنى التحتية، ومن الممكن لدول الخليج أن يكون لها موقع في هذه المنطقة الأوراسية المهمة من خلال الاستثمار، لأن ربط الشعوب، مصالح الشعوب ببعض ومصالح الحكومات ما في شك أنه يقوي ويوثق العلاقة السياسية وغيرها من العلاقات المهمة للمنطقة. الأستاذ سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لك على التوضيح. شكرا.